السلام عليكم يا أغلى وأحلى متتبعات قناة طب سهام الأوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة، ويلقاكم هاد لا فيديو في أحسن الأحوال. كيف ما كتشوفوا معايا، فأنا اليوم غنقدم معكم فطائر سهلة التحضير بعجين المسمن، كتجي مقرمشة ورائعة جدا. غتشوفوا معايا شنو غادي نحتاجوا في هاد الفطائر إن شاء الله. بالنسبه لهاد الفطائر، فانا كنحتاج كميه ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال السكر، نص معلقه ديال الملح، نص معلقه ديال خميره الحلويات بيكين باودر، معلقه كبيره ديال زيت نباتيه، وماء لجمع العجين. فانا كنبدا كنجمع العجين ديالي وكنضيف الماء شويه بشويه. العجين خاصو يكون قاصح، يعني في حل العجين ديال المسمن، يعني كنحاول نرد البال مع الماء وكنزيد شويه بشويه، وانا كنجمع في العجين ديالي، ما نخليهاش خفيفه ولكن خاصها تكون قاصحه. يعني العجينه ديالي كيف ما غادي نشوفوا معايا، فانا غادي نخليها قاصحه شويه. فانا كنجمع العجين بهذه الطريقه، وغادي ندلكو واحد 10 دقائق ونخليوه يرتاح من بعد ما نقطعوه. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، فانا كنقول لكم مرحبا بكم معايا، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو وكتعرفوا على القناه ديالي. مرحبا بكم معايا، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والناس عفوا اللي معايا، فانا كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا لكم على التعاليق الجميله وعلى الدعم ديالكم. وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاهل والاحباب ديالكم اللي تعم الفائده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا، فانا كنشكل العجين ديالي هكا كرات متوسطه الحجم. غادي ندير ليها هكا سلوفان ونخليها ترتاح ونبداو نوجدو في الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه، فانا غادي نحتاج واحد جوج بصيلات قطعتهم بهذا الشكل، وعندي شويه ديال الدجاج او لاداند، او ممكن نعوضو بالكفته. كنضيف شويه ديال زيت زيتون للبصله ديالي، غادي ندير ليها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، غادي نزيد ليها هاد الكميه ديال الدجاج اللي عندي. كيف ما قلت، فانا ممكن نعوض الدجاج بالكفته او غير بالطون في الاخير نضيفه، يعني كتبقى اختياريه. كيف ما كتشوفوا، فانا زدت الدجاج هنا، نزلته يتشحر واحد شويه. غادي نحك ليه واحد الفص ديال الثوم، وغادي نبدا كنزيد في التوابل شويه بشويه كيف ما غادي نشوفوا معايا. فانا زدت الفلفل الاحمر واحد المعلقه صغيره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، واحد شويه ديال سكينجبير، يعني واحد نص معلقه صغيره من كل حاجه، واحد معلقه كبيره ديال الربيع. كنبدا كنشحر المكونات حتى كيطيبو مزيان. في هاد الوقيته انا وجدت الشعريه الصينيه ديالي اللي رطبتها في الماء، غاديه نضيف ليها الحشوه اللي وجدنا، وغادي نزيد ليها شويه ديال قطع الزيتون، وغادي نخلط هاد المكونات ونخليهم على جنب. العجين ديالنا ارتاح، فانا بديت كنطلقو كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نطلقها وغادي نشكلها كيف ما كنشكلو رغايف عاديين، وغادي نخليها ترتاح مزيان واحد ربع ساعه حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. من بعد ما غادي يرتاح ليا العجين واحد ربع ساعه، انا غادي نبدا نطلقو هكا بالزيت على شكل مستطيل كيف ما كتشوفوا، وغادي نقطعها على 6 ديال القطع، يعني كل وحده غادي تعطيني 6 ديال الفطائر. قطعتهم بحال هكا، كناخد واحد الطبيصيل بسطيله تقريبا نفس الشكل، يعني نبدل غير الورقه دايرينها حنا بالعجين ديال المسمن كيف ما كتشوفوا. فانا كنديرها العجينه ديالي نزل في الحشوه وصافي، وكنشكلها كنسدها على شكل بسيطله صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، غزاله بزاف، وانا متاكده بلي غادي تعجبكم هذه الوصفه حيت سهله وسريعه، ما كتاخذش الوقت. يعني بالنسبه للناس اللي ما كتوفرش عندهم الورقه، يعني ممكن تصاوبوا هكا بالعجين ديال المسمن، فهي كتجي صراحه زوينه كشكلوها على هذه الطريقه. كيف ما قلت من قبل، فكل كره وحيده كتعطيني 6 ديال الفطائر كيف ما كتشوفوا. وفاش كنطلقوها وكنشكلوها على شكل ديال المسمنه او الرغيفه، فاحنا كنخليوها كيف ما قلت كترتاح، وكنعاودو نطلقوها باش في الاخير كتجينا العجينه مقرمشه
وكتكون مورقه مزيان. غادي نعاود معاكم باش تشوفوا معايا مزيان. فالطريقه جد سهله، من بعد ما كملت الكميه اللي عندي فانا خديت شويه ديال زيت نباتيه، ضفت ليه شويه ديال الفلفل الاحمر اي حميره مع نقيطه ديال الخل، ودهنت به كاع الفرائر اللي عندي، وكاين شي وحيدات درت ليهم شويه ديال المعنوس كيف ما شفتوا، وشويه ديال الفروماج، وكيجيو على هذا الشكل. كنتمنى هاد لا فيديو ينال اعجابكم، وشكرا بزاف وبالصحه والراحه.